بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم بلقيس. حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفات كريمات من ثائرات تعز الحرة، تعز التي أذهلت العالم طوال الثورة اليمنية بصمودها الأسطوري. نحاول في هذه الحلقة أن ننظر إلى دور المرأة في العمل السياسي من وجهة نظر المرأة التعزية، وأيضا ما الذي تتطلع إليه المرأة في اليمن الجديد بصفة تعز أحد رئتي الثورة. أسئلة كثيرة وغيرها أطرحها على ضيفات الكريمات. الأستاذة خديجة داود الحدابي، ناشطة سياسية وعضو في المجلس الوطني، أهلا بك. حياك الله عبد الملك داود. الأستاذة خديجة عبد الملك داود الحدابي، ناشطة سياسية وعضو في المجلس الوطني، وكذلك وفاء الشيباني، ناشطة حقوقية وأخت الشهيد هاني الشيباني، وكذلك حياة الذبحاني، أديبة وشاعرة وناشطة إعلامية، أهلا بكنا جميعا. مرحبا بك. أهلا بك. دعيني أبدأ معك أستاذة خديجة، برأيك ما هو دور المرأة بشكل عام في العمل السياسي؟ العمل السياسي باعتباره صمام أمان للحياة، حياة الإنسان تحكم معيشته وتحكم أكله وشربه. يعني المرأة وجدت أن العمل السياسي شيء مهم أن تشارك فيه، من الضرورة بمكان أن تشارك في العمل السياسي، وبالتالي كان المرأة حضور، نقول في ظل النظام السابق كان لها حضور سياسي، كانت تحاول أن تثبت وجودها، تحاول وهي ترى ولدها العاطل عن العمل، ترى زوجها الجالس في البيت بلا وظيفة، ترى حياتها المأساوية، رأت أنه لا بد من أن تشارك، فشاركت في الانتخابات، تشارك في الندوات، تشارك في المنظمات، تشارك حتى الأم التي في البيت. أحيانا تحصل بين الأمهات في المنازل نقاشات سياسية، لأن الحياة السياسية يعني صارت مثل الأكل والشرب، هذا في ظل نظام سابق. أما وجود يعني انطلاقة الثورة الآن، فرضت المرأة هنا نفسها بقوة، لأنها وجدت أن الثورة هي المخرج الوحيد، هي المخرج الوحيد الذي سيطلق عقال كل الطاقات والمواهب التي كانت مدفونة في ظل النظام البائد. طيب أخت وفاء، بصفتك حقوقية، برأيك ما دور المرأة في العمل الحقوقي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، سعدت كثير بلقائكم، أحيي أولا الثوار اليمنيين في كل مكان، أيضا أهنئ المرأة اليمنية وجميع النساء في العالم بيومها العالمي. أيضا أقول أن مسألة الحقوق هي مسألة شرعية قبل أن تكون إنسانية. أولا دور المرأة كانت في الجانب الحقوقي، كبير ومهم جدا أثناء الثورة وما قبل الثورة وإن شاء الله ما بعد الثورة. بدأنا كنا في الساحات، بداية كان العمل عبارة عن تدريبات، إقامة دورات تدريبية بالحقوق ومعنى الحقوق الإنسانية وكيف يحصل الإنسان على حقوقه. بعد ذلك توسع المجال إلى معرفة بنود حقوق الإنسان داخليا وعالميا. أيضا جاءت الفكرة بالاهتمام بالحقوق بعد الأحداث الكبيرة التي حصلت في اليمن والانتهاكات التي تعرضت له المرأة، مش بس المرأة، أيضا الطفل، الشباب، الشيوخ، جميع الناس في اليمن تعرضوا لانتهاكات صارخة وقوية، تحتاج إلى أننا نهتم بهذا الجانب بشكل أساسي وكبير حتى نحق أولا آدمية الآدم أولا، وأيضا ليشعر الإنسان أنه مكرم في وطنه. بدأ العمل على هذا الجانب بجانب التوعية بشكل كبير، والآن أصبحنا بعد أن يعني راحت علينا نفوس عظيمة وتألمنا كثيرا، نحاول قدر المستطاع أن نجمع الملفات والأوراق وكل مستلزمات الشهداء والجرحى والمعتقلين
وكل من له حق في هذه البلاد، ونحاول قدر الإمكان أن نكبر من حقوقية الإنسان في هذا البلد العظيم. عندما بدأتم يا وفاء بالتوعية، كيف وجدتم تفاعل الناس معكم؟ يعني أنا أعتقد خصوصا المرأة، يعني الشعب اليمني بشكل كامل كان متعطشا لذلك، لأنه حرم حرمانا كاملا. يعني أولا من العلم الحقيقي الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن ينمو ويكبر ويحقق إنجازات في البلد. أما المرأة فهي متفاعلة قلبا وقالبا صراحة، يعني كان فعل المرأة بالجانب الحقوقي فعل متكامل، مارست خلاله، دعمت الرجل، دعمت الشاب، دعمت الطفل، دعمت الشيخ، حاولت قدر الإمكان أنها تبذل قصارى جهدها في إتمام الرسالة الثورية. يعني طبعا نأمل أن احنا نصل بالجانب الحقوقي، أن احنا نحق الحق ونعطي كل ذي حق حقه بإذن الله عز وجل في ظل هذا اليمن الجديد. أخت حياة، لو أتينا إلى الجانب الإعلامي، بالنسبة للإعلام كيف كان دور المرأة في الإعلام والثقافة؟ بداية أنا سعيدة أن أكون ضيفة على هذا البرنامج الرائع، برنامج بلقيس. أشكرك. أشكر كل الطاقم الإعلامي القائم على هذه القناة، ونتمنى لها مزيدا من التألق. أبارك لهذا الشعب اليمني العظيم الرئيس التوافقي الجديد عبد الرب منصور هادي، هذا الرئيس الذي توحدت الجهود من أجل أن يتربع على عرش حكم اليمن. نحن في تعز بالذات كانت لنا أدوار بارزة في الإعلام. طبعا دور المرأة في الإعلام كان من خلال إظهار المواهب. يوجد في تعز منتدى المبدعين بقيادة الأستاذ عبد الحميد اليوسفي، والأستاذ شفاق، الأستاذ ريما، الأستاذ سوزان. هذا المنتدى يعمل على إظهار المواهب التي يعني تتفرد به منطقة تعز أو قرى تعز ومديريتها بالأصح. طبعا المرأة في الإعلام شاركت بكل ما أتيت من قوة. ظهرت المرأة كإعلامية في أن كشفت أولا للعالم ما تعانيها المرأة اليمنية، الاضطهاد الذي أتى على المرأة اليمنية. طبعا برزت كثير من المواهب للشعراء والشاعرات والكاتبات، الفن المسرحي، فن الإلقاء، فن الرسم، وخصصت في ساحة الحرية كما قلنا خيمة سميت بخيمة منتدى المبدعين. يعني حاول الكل أن يبرز موهبته من خلال هذا المنتدى. طيب أخت حياة، لو أقف معك عند منتدى المبدعين، منتدى المبدعين أيام الثورة كان ينقل أحداث كبيرة، أحداث يعني في وقتها، حتى أحيانا أن يعني قنوات مثل قناة الجزيرة مباشرة تنقل أحيانا من منتدى المبدعين. كيف استطاع منتدى المبدعين أن يقوم بهذا العمل وبهذه الإمكانات البسيطة، وفي ظل يعني هذه الثورة وفي ظل ما كان يقوم به النظام ضدهم؟ طبعا تكاتفت الجهود في منتدى المبدعين كما قلنا. بدأت فكرة بسيطة تبناها الأستاذ عبد الحميد اليوسفي، كبرت هذه الفكرة بدعم كثير من الشباب المتواجدين في ساحة الحرية، وكذلك النساء. الأستاذ خديجة عبد الملك كانت على قائمة المتفاعلين مع منتدى المبدعين. فكان الكل يعني كل حدث يأتي في تعز الكل يصوره، يعني كانت حتى النساء عندما تنظر إلى منظر يعني مهم في الثورة، منظر سواء انتهاك حقوقي أو ضرب أحياء سكنية، كان الكل يصور حتى بالإمكانيات البسيطة يعني بالتليفون، وكانت هذه الصور ترسل إلى منتدى المبدعين. فكان منتدى المبدعين بدوره يقوم ب يعني كان له مكان معين، ويأتي الناس، يستطيع الناس أن يأتي إليه ويتعرف. طبعا لو عرف مكان منتدى المبدعين، لو كان عرفه النظام السابق لأباده في حينه. ولكن كانت إمكانيات بسيطة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أحيانا الإخلاص في العمل يباركه الله سبحانه وتعالى وينتقل بالصورة اللائقة التي يحبها الناس. إضافة إلى ما ذكرته من جهود منتدى المبدعين في ساحة الحرية بتعز لتغطية أحداث الثورة بشكل عام، كانت هناك أيضا الصفحة الرسمية لساحة الحرية. وأنا بوصفي مسؤولة علاقات في الصفحة الرسمية، والأستاذة هدية الغليسي وكونها امرأة هي مسؤولة يعني في مجلس الإدارة في هذه الصفحة التي تتكون من 12 عضوا من الشباب المرابطين في الساحة.
أحيانا كانوا ينامون في الساحة يعني في الخيام، وأحيانا يتقاسمون لقمة العيش ويبيتون في غرفة أو يعني تقاسمون إيجارها. أيضا كانت مجموعة الأخوات التي يمتلكن كاميرا فيديو طوال المسيرة تعرضنا للغاز، للرش بالمياه، أحيانا الرمي بالحجارة أكثر من مرة، وهن يحاولن توثيق ما يحصل من اعتداءات سافرة خاصة في شارع جمال في بعض المناطق مثل الجحملية عندما ضربت النساء في الجمهوري في بعض المناطق. يعني النساء كنا أحيانا هن من يوثقنا بعض اللقطات، صورت كانوا هم المراسلين لهذه. نعم يعني فعلا كانوا داعمين أساسين للقنوات الفضائية لسهيل، للجزيرة، للبي بي سي، لغيرها. والنساء كنا يعني حتى لو لم تعرف الآن كثير من الأسماء كنا أرسلنا بالذواكر مباشرة بعد المسيرات إلى الشباب، إما في الصفحة الرسمية لساحة الحرية أو لمنتدى المبدعين. نعم، كان أي شخص يعني يمتلك مشهد مؤثر أو يعني مسيرة التقطها في أحياء تعز وكانت لها الوقعة الكبير يعني عندما يرمى بالحجارة على هذه المسيرة أو بالرصاص أو ما شابه ذلك، فتأخذ الذواكر وترسل عبر القنوات لكي يفضحوا ما قام به النظام السابق. طيب أستاذة خديجة، هل كان هناك جهة معينة مثلا تدعم الصفحة الرسمية ولا منتدى المبدعين؟ حقيقة بحكم ارتباطي بالصفحة الرسمية بشكل خاص، هي بدأت بجهد يعني ذاتي، بدأت في اللجنة الطبية بشخصين، ثم توسعت، بدأت الأستاذة هدية تجمع بعض الشباب الذين يمتلكون كاميرات، بدأنا نحاول أن نجد بعض الأماكن التي توفر فيها انترنت يعني لنوصل انترنت إلى الساحة، وهكذا يعني حتى بعد المحرقة استطاع الأستاذ هشام القرادي بعمل توليفة من البرامج ونقل البث المباشر بعد المحرقة مباشرة، رغم تقريبا انتهاء يعني الأجهزة التي كانت خاصة بسهيل، لكنهم استطاعوا أن يوجدوا بديلا ببرامج بجهود ذاتية. يتلقون أحيانا بعض الدعم، لكنني حقيقة أقول هو دعم غير كافي. الآن يعني هاردات تمتلئ بكل أحداث الثورة منذ انطلاقتها في 11 فبراير في تعز. إلى الآن يحاول الشباب أن يتفرغوا، يوجدوا مكان مناسب ليجلسوا فيه، ليبدأوا العمل مونتاج لإظهار دور تعز في الثورة. سعينا حقيقة لدى بعض الوجاهات لدعم الصفحة الرسمية. التفاعل موجود لكنه قليل، لا يلبي الاحتياجات. إلى الآن ليس لهم مقر، ليس لهم مكان، غرفة يعني بسيطة جدا، يعني أشبه ما يكون ببدروم، غرفة واحدة يجلس. لكن فيها العمل الذي يخرج منها، العمل لا تصدق، يعني عمل جبار. صحيح. يعني منتدى المبدعين أيضا يحاولون يجمعوا من التجار من كذا، لكن حقيقة كدور يقوم به هؤلاء الشباب المرابطون المخلصون أراه قليلا جدا. أنا أوجه هنا رسالة للتجار أن يدعموا الجانب الإعلامي في تعز، لأن هناك لا زالت كثير من الحقائق غائبة بسبب عدم قدرة الشباب على التفرغ، المكان غير مناسب لنقل الصورة كما حدث، والإمكانات أيضا قليلة ربما. الإمكانات قليلة جدا، يعني هو لابتوبين تبرع من بعض الأخوات، الكاميرات كلها تبرعات، يعني لا أحد يمتلك كاميرا، كلها تبرع من بعض النساء والشخصيات في الساحة ليقوم هؤلاء الشباب بالتوثيق. طيب أخت وفاء، لو أتينا إلى الجانب الحقوقي، كيف أسهمت المرأة إلى جانب أخيها الرجل في المجال الحقوقي؟ كما قلت أن المرأة أثبتت تواجد غير عادي وتواجد جبار. أعتقد المرأة في الجانب اشتغلت على كل الجوانب، اشتغلت على الجانب الإعلامي، على الجانب الحقوقي، على الجانب التوعوي، اشتغلت على كل الجوانب مع الرجل، وهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. يعني أعتقد في الثورة وساحاتها خرج بعثت أمة جديدة بفعلها، بإنتاجها، بإبداعها. المرأة أبدعت في كل المجالات، حتى على مستوى الفن، الرسم، تأليف الشعر، في كل المجالات. أما في الجانب الحقوقي فهي سعت كثيرا المرأة بالتنسيق مع أكثر من 20 محامي في تعز، بتبني قضايا الشهداء والجرحى. أيضا قمت أنا والأستاذة هدية وأسر من أسر الشهداء، الأخت إسراء بنت الشهيدة تفاحة، بتأسيس منظمة وأسميناها منظمة خلود للشهداء والجرحى، على أساس أنه بدأ سمعنا كثيرا في الأجواء أو
في المعمورة، الشهداء حقوق، الشهداء حقوق، الجرحى حقوق، يتغنوا كثيرا بهذا الاسم، بينما عندما نذهب إلى أسر الشهداء وأسر الجرحى فهم مقبولين في بيوتهم لا شيء. أيضا عندما مررت بمستشفى الميداني في تعز، مررت بالمستشفى الميداني في صنعاء، أجد أن الجرحى ينتقص كثيرا من حقه، يعني هؤلاء الجرحى يجب أن يوضعوا فوق الرأس، فهم يعني بذلوا أقصى، قدموا أغلى ما يملكون. الذي خسر يده، الذي خسر رجله، الذي معاق إعاقة دائمة، ما زالوا يعانون كثيرا، بينما نسمع التغني بالشهداء والجرحى كثيرا. أنا أطالب، على العكس، أنا لا أطالب التجار فقط، ولكني أطالب أولا الحكومة التي أصدرت بيانا بحقوق الشهداء والجرحى والأسرى بأنها ستعطيهم الحق، وذلك في نص المبادرة التي رضينا بها قسرا ورضوا بها الثوار يعني غصبا عنهم، كحل توافقي أو كحل سياسي لإخراج البلد من دوامة الحرب الأهلية. وأنا أعتقد أن اليمنيين لن يقيموا حرب أهلية في البلاد أبدا، يعني هذه أسميها شماعات لأطراف سياسية معينة تخدم فكرتها. يعني أثبت اليمنيين أنهم لن يتحاربوا أبدا ولن تقام بينهم حربا أهلية، إلا المصادر الخارجية والإقليمية التي تدعم جوانب معينة ومعروفة لدى الساسة بإثارة النزاعات والخلافات حتى تقوم المرحلة القادمة بأزمات أيضا حتى لا يهدأ هذا الوطن. وجه لهم رسالة بأن الجرحى والشهداء لهم حقوق، وسأتكلم بعد هذه النقطة عندما نتحدث عن مسألة الحصانة ومسألة العدالة الانتقالية. طيب أخت حياة، باعتقادك يعني ما الأدوار التي قامت بها المرأة في المجال الإعلامي لخدمة الثورة، سواء كانوا كما قلتي مثلا منتدى المبدعين والصفحة الرسمية إعلاميين، أو كانوا رسامين، أو كانوا شعراء؟ فقط أريد أن أعلق على نقطة الجرحى والشهداء. طبعا هناك وفد نسائي صعد قبل أيام من تعز، منظمة وصال بإشراف الأستاذة بلقيس سفيان المدحجي والأستاذة ثريا عز الدين الأصبحي، وقاموا بمقابلة رئيس حكومة الوفاق الأستاذ الفاضل محمد باسندوة، الذي أعطاهم وعود بأنه سوف يدعم أسر الجرحى وأسر الشهداء، وأن الجرحى يعني سوف يهيئ لهم الأجواء بأن ينتقلوا إلى خارج الوطن للعلاج، بالذات الذين تستدعي حالتهم السفر. كذلك نسق لهم مع وزير الصحة، والتقى هذا الوفد النسائي بوزير الصحة، وخرجنا النساء يعني متفائلات جدا بما قدمه لهم وزير الصحة من وعود. نتمنى أن تكون هذه الحكومة عند يعني مستوى المسؤولية التي أعطاها إياها المواطن. طبعا الجرحى والشهداء لهم حق علينا لا نستطيع إنكاره، لولا الجرحى والشهداء لما صعد عبد ربه إلى كرسي الرئاسة، لولا الشهداء والجرحى لما يعني قسمت حكومة الوفاق النصف في النصف. فيجب على يعني ليس من الواجب بل يعني من أبسط الحقوقيات التي يجب على رئيس الدولة وحكومة الوفاق هي الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى، وهذا ليس منهم منة أو فضلا، بل هذا أقل القليل في حق هؤلاء يعني الشرفاء العظماء. نعم الشهداء الجرحى هم حجر الأساس للدولة المدنية الحديثة. الشهداء والجرحى هم الأمل المشرق لنا نحن، يعني هم قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل أن نعيش نحن. خرج الشهيد ليحلم باليمن الجديد، فيجب على هؤلاء يعني حكومة الوفاق ورئيس الجمهورية أن يقدموا الدعم الكافي لأسر الشهداء والجرحى. طبعا يجب كذلك على حكومة الوفاق يعني إذا نظرنا إلى الجرحى، من بترت يده ومن بترت ساقه، من يعاني الإعاقة المستديمة، من هؤلاء؟ صحيح. إذا لم تتعامل معهم الحكومة الجديدة بجدية فأقول أنا ولا أبالغ فلا خير فيها، لأنها ستكون صعدت على أشلاء وجثث الشهداء والجرحى. أما بالنسبة لما يخص دور المرأة كما قلنا في الإعلام، طبعا المرأة بالذات في تعز هي أكثر من عانى. المرأة في تعز
كانت تشارك في كل شيء، خرجت المسيرات، كانت المرأة تخرج في الصباح مسيرة وكذلك تخرج في العصر. طبعا أتت أيام علينا في تعز أمطار غزيرة جدا، لم تثني المرأة هذه الأمطار ولا عوامل التعرية من الرياح الشديدة، بل كانت المرأة تخرج في تلك يعني الأيام لتطالب بالحق الضائع. المرأة في تعز أنا لا أباهي بها كوني أنا من تعز، يعني قدمت أروع الأمثلة في الصمود. العالم يشهد بذلك. نعم، إن يعني استشهاد تفاحة وزينة أبو ياسمين وعزيزة لم يأتي يعني صدفة. كانت المرأة في تعز يعني مستقصدة من هذا من ذلك النظام. تفاحة وزينب وياسمين يعني ضربنا أروع الأمثلة في استشهادهم. طبعا تفاحة ماتت ولكنها خلفت إسراء تمتلك نفس العزيمة التي تمتلكها أمها. إليك أفنان الصغيرة ابنة الشهيد قائد اليوسفي، يعني قمة في يعني مستبسلة في الدفاع عن هذا الوطن، تقول أنا الشهيد الآخر يعني أنا الشهيدة بعد أبي حتى أرى هذا الوطن في العلالي. صمود جبار من هذه الثورة المباركة. يعني مريم نجيب الكاتبة التي هي الآن جريحة في دولة قطر الشقيقة لتلقي العلاج، يعني عزيمة فولاذية يستغرب الإنسان من أين امتلكت يعني نساء تعز هذه العزيمة. طبعا مدينة تعز يعني بنسائها يعني تنظر إلى السمت والهدوء، يعني كانت حقوق المرأة بالذات السياسية والإعلامية الثورية مغيبة، لكن بعد الثورة انطلقت المرأة لتدافع عن حقها وعن كرامتها وعن هذا الوطن الذي تعتبره يعني في العلالي. فلذلك قامت المرأة بأدوار بارزة كما قلت وجبارة، خرجت بين الرصاص تحت قذائف الدبابات. يعني أتذكر في عندما قصف مستشفى الروضة كانت النساء في المستشفى، يعني ذهبنا لتفقد الجرحى، لم تخف نساء تعز من الدبابات أو المصفحات، بل يعني امتلكت كما قلت عزيمة فولاذية لأن تجابه هذه الأخطار ولتقول للعالم أنا تعزية وأفتخر بأن أحمي هذا الوطن وأن أدافع عن كرامته وسيادته. طيب أخت خديجة، يعني كثائرة، كيف تقيمين المسار السياسي الذي كانت موازاة هذا الفعل الثوري العظيم؟ طبعا في الوقت الذي كان فيه الفعل الثوري على أشده، يعني أنا الآن مثلا أقيس بمحافظة تعز، نتكلم الآن عن تعز بوصف أحد أبناء هذه المحافظة المنكوبة في عهد علي عبد الله صالح، المهضومة كانت بشكل كبير، مقصية على هامش التاريخ تعيش. يعني كان الفعل الثوري على أشده، هذا يعني لدرجة أنه مثلا أضيف إلى مقاتل الأخت مثلا الجريحة زينب أيضا التي تظهر على الشاشة وهي تسقط بفعل ضغط القذيفة، لا زالت إلى الآن يعني شبه إعاقة في رجلها، تأتي يوميا إلى الساحة بالعكاز من الصباح حتى المغرب، تركت دراستها ويعني أقسمت ألا تعود إلى الدراسة وهي طالبة في جامعة الإيمان فرع تعز، ألا تعود إلا وقد تحققت أهداف الثورة. طبعا الأخت زينب عندما كانت في مستشفى الروضة يوم القصف ب14 قذيفة دبابة على المستشفى ونحن هناك، عندما أسعفت إلى المستشفيات وكانت تهدد وتضرب السيارة الإسعاف من قبل القتلة والمجرمين، لم تنزع الشظايا من رجلها حتى تقريبا بعد أسبوع أو 5 أيام. في ذلك لما وجدتها في مستشفى الروضة وكانت تبكي وتقسم على أخيها أن تذهب إلى المسيرة، هي لم تخرج الشظايا بعد من رجلها، تقول والله لن أترك المسيرة حتى ولو حبوت حبوا. يعني هذه فقط نموذج للهمة التي كانت يعني تمتلئ بها قلوب الشباب والنساء وحتى الأطفال. يعني حتى بعض الأطفال أجرينا معهم بعض المقابلات بعد ما نزلوا من مسيرة الحياة وهم بالعكاكيز، يقول أقسم بالله لا أخرج ولن أعود إلى قريتي حتى تتحقق أهداف الثورة، طفل عمره 9 سنوات. طبعا عندما جاء الفعل السياسي ونحن نشيد بدور قادتنا إخواننا آباءنا في اللقاء المشترك الذين قادوا العمل السياسية، كنا نقول نعلم أن لديهم ضغوطات، كنا نرفض المبادرة الخليجية، ثم وجدنا أنفسنا مضطرون إلى الموافقة عليها على مضض، لأنه رأينا أن هذا ضغط عالمي، إما أن توافق على المبادرة وإما أن يقف العالم كله ضد ثورتك وتجهر الثورة. كان يعني خياران أحلاهما مر، لكن الآن نحن نقول
للآباء للإخوة للقادة للمسؤولين في اللقاء المشترك في الحكومة الجديدة في حكومتنا الجديدة، نقول لهم ما دمتم قد قبلتم بالمبادرة الخليجية كاملة رغم أننا وافقنا عليها من قوصة، نحن كثوار لم نوافق على الحصانة، نحن سنواصل طلباتنا لملاحقة القتلة الذين لا زالوا الآن يقتلون في حجة في أرحب في كل مكان. الآن في تعز أيضا لا زال الشوافي يتبلطج في الراهدة في كل هذه الأماكن التي تعاني انفلات أمني. نقول لهم نحن لم نرى تحقق الأهداف، أين هيكلة الجيش؟ الشعب بحاجة إلى الأمان وإلى الخدمات. نريد أن نرى، يعني كانت قد عادت الكهرباء ثم صحيح. بفعل لا أدري بفعل ماذا عادت للانقطاع من جديد. نأمل من نسأل الله، يعني نحن نقر ويعني نضع هؤلاء الذين قبلوا أن يكونوا في حكومة الوفاق نضعهم على رؤوسنا، ونعلم أنهم قد تحملوا الثقيل وأنهم كبش الفداء حقيقة. نعم. هذه قناعتي، لكني أقول لهم ماذا لأنهم مطوا على دولة ممتازة، يعني يعتبر يعني ممكن هو كرت حارق، يعني لو قلنا بالبلدي كرت حارق ما دام موافق أن يمسك الدولة في ظل هذا الانفلات في ظل هذا الوضع. لكن نقول لهم نرجو منكم أن تكونوا جادين هيكلة الجيش، جادين في ضبط المجرمين الذين لا زالوا الآن يقتلون في كل مكان. نرجو منهم الجدية، نحن لم نوافق على كل المسار السياسي لكن كان لابد من المسار السياسي، فالثورة لها وجهان، وجهها الثوري ونحن نمثلها في الساحات، ولها وجهها السياسي والإخوة في اللقاء المشترك وغيرهم يمثلونها أمام الدول أمام العالم. لكن نتمنى أن يتقدموا الفعل الثوري وأن يكونوا صوت الشباب أمام العالم وأن يسبقونا. هم كانوا يقرون بأن الفعل الثوري سبقهم، نقول لهم لا، نحن قد أعطيناكم ثقتنا فنأمل منكم أن تقودوا أنتم الثورة إلى حيث تتحقق كامل أهدافها، وأن لا تخذلونا وأن لا تخذلوا الثوار في الساحات، فقد أعطوكم أصواتهم وأعطينا عبد رب منصور هادي أصواتنا من أجل اليمن، فنأمل أن يكونوا على قدر هذه الثقة التي منحت لهم وأن يكونوا على قدر اليمن. سير لله عز وجل. تفضلي. لست معك في أن الفعل السياسي كان بقدر الفعل الثوري في الساحات. الفعل الثوري سبق الفعل السياسي بكثير وكان سقفه مرفوعا كثيرا والساسة يعلمون ذلك، وحدث إبطاء يحاسبون عليه. أنا لست هنا لأبرر لذاك أو ذاك أنك أتيت على دولة مبنية أو أتيت على دولة مدمرة، أنا هنا أشكي وأنت تسمع، أشكي وأنت تنفذ. لست بحاجة، لأن نحن لسنا في دور أننا نحن نشكي والساسة يشكون، يعني بالعكس نحن مللنا من هذه الصورة، نريد صورة جديدة، لذلك خرجنا في الساحات، خرجنا لنصنع فعل سياسي حقيقي يخدم كل الجوانب في البلاد بشكل كامل. أما عندما كانوا يقولون الفعل الثوري في جانب والفعل السياسي في جانب، فهذا خطأ كبير. الفعل الثوري هو نتج عنه الفعل السياسي، ونحن لم نخرج إلا لننتج فعل سياسي يخدم البلاد أصلا، فهذه الجملة خاطئة أولا. أما الجانب التي قالت على الأخت خديجة، نحن إلى حد الآن كجانب حقوقي زرت وزيرة حقوق الإنسان وكانت متفاعلة وأعطتني الوعود كذلك، وأيضا الوزير أعطانا الوعود، هذا بنص المبادرة أصلا التي وجدت وبنص القانون والعدالة الانتقالية. ما النتاج الفعلي لمعاناة الجرحى والأسرى الذي لا يزالون إلى الآن إلى اللحظة يعانون الاعتقال والتعذيب والتشويه؟ أين الفعل الحقيقي الآن؟ يعني أنا أريد باسندو عندما قالت أنا أشكر على كل الجهود التي يقوم بها، ولكني لا أريد وعودا في الهواء تطير، أريد فعلا حقيقيا النزول إلى الميدان. طيب لكن لا زالوا في البداية. حكومة الوفاق أكمل رئيس الجديد كلامي بس حتى أكمل كلامي ينفذوا وعودهم، يعني لا لا أنا قابلت الوزيرة وكان من ضمنها في نوع أو في جانب التشكي، فقلت لها صراحة أنا لم أأتي إليك
لكي تتشكي او انا يعني اشكي وانت تشكي. المسؤوليه كبيره يا وفاء. نعم. الدوله صحيح محارة. صحيح صحيح يعني لست هنا لابرر. نعم. انا فرد من الشعب واتمثل جانب معين، اريد نتاج فعلي حقيقي يخدم الثوار، يخدم الساحه ويخدم الثوره. صحيح. يعني حقي اللي خرجت من اجلها يا اختي. انا كتبت بدم اخي في الجدار، لماذا حتى تظل الوعود طائره في الهواء؟ لا، نحن قدمنا وقدمنا وقدمنا حتى نحصل على نتاج حقيقي فعلي، وليس ليظل الوضع ضبابيا او مجهولا. الى الان القتل، الاجرام، الحقوق تنتهك في كل المناطق، من المسؤول عنها؟ من المسؤول؟ نحن عندما يعني طلعت هذه الحكومة قلنا ستقوم بنتاج فعلي ومبدئي حقيقي يرى المواطن فعل، ولا لا نريد كلاما يطير في الهواء كما كان في السابق، لم نستفيد شيئا أصلا. لذلك لازم نحن نحاول. لحد الآن أختي في تعز لم أستطيع أن أستكمل ملفات الشهداء والجرحى، إعاقات في كل الجوانب، برغم أن وزارة الداخلية قد غيرت وحصلت عليها. أنا أطالب من هنا من هذا المكان أنه يحدث هناك تسهيلات. أيضا المجرمون والقتلة ما زال يتبجحون حتى في قنوات الإعلام. شخص اتهم بجريمة جمعة الكرامة بقتل 52 شخص ما زال يتبجح ويطلع في الإعلام. هذه مسؤولية من؟ طيب ما الذي تقول؟ هناك أسئلة وأسئلة وأسئلة تحتاج إلى جواب. في الجانب الحقوقي قلت لك قمنا كنساء أيضا بمساندة أخواننا. بس أستاذة، بس قبل ما تدخل في الجانب الحقوقي مداخلة، أؤكد على قضية أنه مع ثقتي أن بإذن الله حكومة الوفاق لن تخذلنا، لكننا فعلا جميعنا جميع الشعب منتظر أفعالا. نرى في شريط سهيل وعد باسندوا بمتابعة أمر الجرحى، وعد بإطلاق المعتقلين، سمعنا رأينا، لكن نريد أن نرى ذلك رأي العين. نريد أن نرى المعتقلين وهم ونحن نحتفي بهم يخرجون من السجون. نريد أن نرى جرحانا وهم يعني فوق رؤوسنا معززين مكرمين. نريد أن تنشأ وزارة. صحيح. وزارة لرعاية الشهداء والجرحى، ليست ليبيا أكثر يعني أوفر حظا منا أو أفضل منا بشيء. هناك أنشأ وزارة لرعاية الشهداء والجرحى. نحن هنا نطالب من هذا المنبر بإنشاء وزارة تتابع قضايا الشهداء والجرحى والمعتقلين. طبعا المعذرة أود أن أنه كذلك حكومة الوفاق لم تكن الطريق مكللة أمامها بالورود. صحيح. سيعمل بقايا النظام والطابور الثالث في اليمن على يعني بث العراقيل والصعوبات في وجه هذه الحكومة الجديدة. بالله عليك، عندما يتسلم الوزراء من حكومة الوفاق وزارة شبه منتهية، ما الذي سيفعلونه؟ يعني وعب دمار 33 سنة ننتظرها. الشعب اليمني صبر 33 سنة على. صحيح. الفقر والجوع والبطالة والفساد والمحسوبية والرشوة، ويعني البلاد مدمرة نهائيا. البلاد كما قال عبد الله بن حسين الأحمر مرت بنفق مظلم، لا نتوقع أن تخرج البلاد بهذه السهولة. يجب أن نعطي حكومة الوفاق فترة معينة حتى تخرج بالبلاد. يعني لا نريد أن يعني نحن أن نكون نحن أول المتشائمين، يجب أن نتفائل بأن كل ما قاله الأخ محمد باسندوا سيطبقه، لكن مزيدا من الوقت، مزيدا من الصبر، مزيدا من التفاؤل، مزيدا من الجهود الموحدة حتى يعني نساعد نحن في أن نتخرج البلاد من هذا المأزق. نحن متفائلون جدا، ولكن أقول من هذا المنبر فليمر مرورا مرور الكرام على المستشفى الميداني ولينظر الواقع فيه. أنا لا أطالب بشيء يعني هذا أقل ما يمكن. أيوة، أنا أطالب بأشياء بسيطة حقيقية يعني للجرحى والشهداء المعروفين، بينما هناك شهداء لا يعلم عنهم شيء، لم يظهروا في قنوات الإعلام. الآن إحنا لو تحدثنا عن قانون العدالة الانتقالية سأقول لك ماذا كانت نص المبادرة فيها، لكن أرى أن الحقوقيات الصغيرة لم تتح الآن للجرحى. يعني هم في وضع سيء جدا. طيب يعني الحديث على قانون العدالة الانتقالية كيف تنظر؟ يتدنى مستواهم إلى الحضيض، لا يعقل ذلك. وهم ثوار، هم رؤوس، هم تيجان على رؤوسنا. يعني لا أستطيع تحمل المناظر التي أراها في المستشفى، لا أستطيع. لذلك أنا أطالب الوزراء بالفعل الحقيقي والبسيط.
لماذا تصرف الأموال؟ صرفت الأموال للانتخابات، وصرفت الأموال لحرب القاعدة، وصرفت الأموال، لماذا لا تصرف الأموال لبناء للبنية التحتية لليمن؟ لماذا تدعم الجوانب التي تدمر اليمن؟ الحروب وتدمير القاعدة وتدمير، يعني تدعم المليارات تأتي وتدعم فيها جوانب محددة تساعد على خراب البلاد. احنا عايزين يعني نرفع من شأن الإنسان وكرامته أولا حقوقيا، من حق الإنسان أن يكون كريما، جريح كريم، ليس في حالة مدري يعني حالة. أنا أطالب في النزول الميداني، لا أطالب بشيء كثير. وهناك أموال خصصت ويعني مصدرها معروف، وفي هناك دول تبرعت بأموال طائلة للشهداء والأسرى. أين هي؟ أنا أتساءل أين هي؟ لما أنا أسرتي أسرة شهيد، كل الذي أسمعه هو كلام في الهواء. الشهداء الجرحى، حقوق الشهداء الجرحى لازم طيب متى؟ إلى متى؟ يعني ما تطالب به وفاء شيباني كونها أخت الشهيد هاني شيباني وأيضا متحدثة باسم جميع أسر الشهداء، هي تطالب حكومة الوفاق بأفعال مبدئية نراها. هم مسؤولين عن ذلك، نعم. هم تحملوا المسؤولية ليعالجوا فساد تراكم 33 عاما. لكن أيضا أنا لا أبرر، لا أعطي طالما اتجه يعني مسار الاتجاه السياسي صعد على السلطة، فلا أنا كشعب لا أبرر له. أنا الآن أريد منه مطالب وتحمل المسؤولية ويجب أن يكون قدها. طبعا نحن عندما خرجنا للساحات في البداية، أولا كبادئ البدء، نحن لم نخرج لكي نحلم بأن نكون سفراء، وزراء، نواب. نحن خرجنا نبحث أولا عن قانون يعني يحكم هذه البلاد، خرجنا نبحث عن مواطنة متساوية. يعني كانت مطالبنا مطالب بسيطة، أن يعيش هذا الشعب أو يعيش الفرد اليمني تهيئ له ظروف المعيشة البسيطة، لا نريد الرفاهية المترفة. يعني خرج كل شاب حقوق معروفة، يعني تكون بأبسط المقومات اللي يعيشها الإنسان اليمني كما ينبغي، كما يعيش جميع يعني أفراد الكرة الأرضية. ليعلم الوزراء والسفراء وحكومة الوفاق ورئيس الجمهورية أن الشعب اليمني عندما خرج يبحث عن مواطنة متساوية، خرج يبحث عن دولة العدل والقانون، خرج ليعيش كمثل بقية دول يعني دول العالم بكرامة. طبعا نحن افتقدنا الكرامة في الأيام السابقة في عهد النظام السابق. يعني كان أضرب لك مثال على مستوى المدرسة، إن كانت المدرسة يعني كما يمسح بها البلاط، لا تستطيع أن تتحدث، لا تستطيع أن تتكلم، لأنها عند من يعني إلى من تشتكي؟ يعني إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما شيمة أهل البيت إلا الرقص. فيعني كان يعني دولة، نحن خرجنا نبحث عن دولة، آمنا بأن الحرية تنتزع ولا توهب، فلذلك نشدنا الحرية وطالبنا بالحرية، ونحن ماضون في طريقنا ولم نبرح الساحات ولم نتخلى عن الساحات حتى نرى جميع أهداف ثورتنا قد حققت. نحن متفائلون بأن أول هدف من أهداف الثورة قد حقق وهو الرحيل علي صالح. تفاءلنا بعبد رب منصور هادي، نوجه له رسالة من هنا باسم نساء تعز، يعني أقول له ليتك يا عبد رب نظرت إلى نساء تعز وهن، يعني طبعا أنا كنت مشاركة في اللجان الانتخابية، كنت عضوة لجنة، نظرت كانت والله إنها مشاعر يعني فياضة جياشة، والله كانت تدمع عيني مما رأيته في يوم الاقتراع. كنت أرى النساء يعني الكبار في السن والله وهي تأتي على العصا تتكئ وفي يديها صورة عبد رب منصور. لماذا أتت هذه المرأة؟ طبعا هي يعلم الله كم يعني باقي من عمرها، لكنها أتت تنشد يمن جديد، دولة حضارية لأبنائها. رأيت والله أمراض الفشل الكلوي وهن يقترعن، أمراض يعني نساء مصابات بالسرطان وهن يقترعن، يعني هذه التي أتت المريضة. يعني طبعا أتت وهي تعرف أن أيامها محدودة، يعني لم تتعمر كثيرا لأن المرض قد بلغ من جسدها، لكنها تنشد. واصل حواري معك حياة عن تفاعل المرأة في الانتخابات في تعز، لكن بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا.